خوت، السلام عليكم ورحمة الله. جبت لكم اليوم هذا التطبيق ديال انك كيفاش تقطع النت على اي تطبيق بغيتي، يعني في حالة ما كنت باغي تخدم باليوتيوب وما بغيتيش ان شي حد يتصل بك في الواتساب او فيسبوك، يعني يمكن لك تقطع النت على اي تطبيق بغيتي. يعني كتختار التطبيق اللي ما بغيتيش انه يخدم، يعني باش ما كترش انك يعني تطفي الهاتف او تغلق الانترنت على التطبيقات كاملة. كتختار اي تطبيق بغيتي ما تستقبلش منه الرسائل بحال الواتساب مثلا، ويمكن لك تستافد من اليوتيوب او الفيسبوك، او يعني بلا ما توصل برسائل من اي تطبيق انت اخترته ما بغيتيهش يخدم. هذا التطبيق راه موجود في بلاي ستور، التنصيب ديالو سهل عادي، كتيليشارجيه عادي، سميتو نيت بلوكي، كتعطيه الصلاحيات، كتاكتيفيه، كتمر اوكي، ومن بعد كيعطيك التطبيقات اللي عندك في الهاتف كامله، واي تطبيق بغيتي تقطع عليه النت يعني انه ما يشتغلش كتختار ديك التطبيق وكتكليكي. ولا كنتي كتشتغل بالواي فاي كتكليكي على الواي فاي، كنتي كتشتغل بالبيانات ديال بطاقه السيم يعني الانترنت ديال الهاتف، كتضغط على العلامه ديال الانترنت. كيف ما كتلاحظوا التجربه هذه، نقطعوا الواي فاي ونقطعوا حتى اتصال الانترنت يعني بصفه عامه. وهنا في هذه الحاله يعني التطبيقات كامله كتبقى خدامه الا الواتساب. الواتساب ما يستقبل، ما يمكن لك تستقبل اي رسائل او لا يمكن لك يعني انت تصدر شي واحد. والتطبيق راه مجاني، وما تنساوش الاخوان اللي عجبكم هذا الفيديو دعمونا، ما تنساوش تشتركوا في القناه وخليكم مع الفيديو حتى النهايه. كيف ما كتلاحظوا غندخلوا للتطبيق ديال واتساب، غنحاولوا نكتبوا شي رساله. يعني الهاتف ديالكم يعني كيكون خارج تغطيه، في حاله ما تم ارسال اي رساله كتطلع تما غير ديك شرطه واحده بان راك خارج تغطيه، ما عندكش انترنت. يعني بهذه الطريقه كتفادى الاحراج، ولا في حاله ما كانش عندك ما كنتيش باغي انك تتواصل مع شي حد عادي، يعني ما غيفرضش عليك انك تطفي الهاتف ديالك، يعني كتكتفي بانك كتقطع النت على ديك التطبيق اللي انت باغي توقف له الانترنت. والاخوان السلام عليكم ورحمه الله، وما تنسوش الاشتراك.